طيب لو جيت دي حق وطلع معاها لايك يبقى دي ميس. طب لو ما طلعش معاها لايك يبقى ما جابتش كيس، يبقى خلاص هنعملها وش في الخط اللي بعدها. يبقى هنا ان الفايل بتملها مطمرة زي مثلا اليومن، اليومن بتعتمد على الوزن الضار صح؟ لكن الفيرم فيشر في الاي يكون سيليكون ده، وهنا في الفايل سيكونس بتاعت شركة رش الاثنين دول بيعتمدوا على انموديفايد الانقطاع. امال بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا ان انا اللي بتحكم في مقدار الانقطاع، ببقى عارفه ايه اللي لو طلع معاها ايرون زي الاي كون سيمي كوندكتر يبقى معنى كده دي الانقطاع صحيح، هنبقى نلاقي فوق. لو طلع معاها لايت في حاله تقريبا الفايروس سيكونسي يبقى دي معناها ان المقدار دي صحيح، يعني لو ما طلعش معاها ما حطيتش ولا غلط يبقى من كتابة غلط. نشيلها بقى في الفيديو والخطة اللي بعدها عشان انا عارفة مين بعدها، وياكم مثلا او وومن او ادمي وهكذا. تمام؟ يبقى عندنا هنا في فكرتين ليه الانجي اس الانجي اس اما هعمل مونيتور من قطاع زي شكل لون سيكونس كواليتيز، او الطريقة الثانية هعمل ايه؟ ان انا اللي انا عارفه ان الانفايت هتطلع كويس، وهشوف بقى لو هيطلع معاها هايبريد او هيطلع معاها لايت. واضح الفكره يا شباب ولا لا؟ من مره واضح؟ لا شكلها من مره. اقول لك من مره ولا من مره؟ اقول لك من مره. ليها كمان مره دكتور؟
هحاول ان اعمل فيها ايه؟ ببدا اشوف فيها الفاريشن ما بين السيكونس بتاعي والريفرنس بتاعي. تمام؟ زي ما قلت قبل كده احنا ممكن اطلع اسمها ستيب، ممكن بعد ما اكتب ممكن اطلع ان عندي ديليشن او انسرشن او كفر كونفريشن او كل الحاجات دي. ليه؟ لان انا عندي ريفرنس بيهم. ابدا اقارن الحته دي انا كان عندي فيها تي بس الريفرنس طب هل الكوريشن ده مرتبط بديزيز معين؟ هل مرتبط بحاجه معينه ولا مش مرتبط؟ طيب انا طلع عندي في نيكتيفايد ديليشن مثلا في الحته دي مثلا ثلاثه نيكتيفايد حطهم في كبروا نفس القصه، هل دي ليهم مرتبطه بحاجه معينه في ديزيز او ايمرجنس معين ولا لا؟ تمام؟ ده انت بعمله بعمل دي بقصر عليها امتى؟ لو عندي ريفرنس جنوني. زي ما احنا قلنا كده لو عندي سناب او انسرشن او ديليشن شفت الامباكت بتاع الفاريشن اللي حصل، هل ده هيأثر على روتين معين عندي؟ هل هيأثر على يعني في المستقبل؟ هل هيبقى في سستبيلتي ديزيز معين ولا لا؟ طيب المشكله بتحصل في الجين هو اسم اولا الاسم بتاعي لان انا ماليش انا بدك الف قطع فاضي وبدك تعيش حياتك بقى لو شاطر طويل ليه وتروح تكمل وتكمل. طيب انت إيه فعلا شاطر وكملت الصور صحيح انت اشتغلت زي ما بتقول بلايندلي يعني بلايندلي انت مش شايف انت ما عندكش حاجه دليل تشتغل على تشتغل ايه مع نفسك. تمام؟ طيب بعد ما انت شاطر كملت الصوره وتابعت الصوره كويسه جدا انا الصوره دي هستفيد منها ايه؟ هو يعني في الواحد المفروض ان هو يعمل السيرفي يطلع على السيكونس كامل. طيب انا كناس بتوع البيولوجي بقى هستفيد من السيكونس اللي انت طلعته لي ده اعمل بيه ايه؟ ده الفرق ايه الانتربريتيشن بتاع بيولوجي الانتربريتيشن بتاع اللي انت طلعته لي. خصوصا انا بتكلم في ايه؟ على الجنوب اول حاجه لازم اعمل دي ريدكشن. يعني ايه دي ريدكشن؟ هو الدي ان ايه اللي انت طلعته ده عليه كودنج جين ولا عليه جين ولا مش عليه؟ عليه كودنج ريجنز ولا ما فيهوش كودنج ريجنز؟ ولا ايه الدي ان ايه اللي طلع فيه عباره عن انترنس ولا ايه؟ دي اول سؤال. ثاني سؤال حاجه لازم اعملها اعمل فانكشنال انيميشن. يعني ايه فانكشنال انيميشن؟ يعني لو الدي ان ايه بتاعي ده طلع عليه جينز انا عايز اعرف الجينز دي مكانها فين. تمام؟ كنت تعمل ايه؟ ده كل ده فين؟ في المارجن اسيدي ولا في الجروبو اسيدي؟ الجروبو مكان الجروبو اسيدي لان انت طلعت لي سيكونس. انا السيكونس ده مش عارفه هو بتاع مين اولا، هل عليه جينز ولا لا؟ فلازم اعرف مكانها فين الجينز دي. طيب عرفت مكان الاماكن دي اماكن جينات. طب هي الجينات دي بتشتغل ازاي؟ او بتطلع ايه؟ او ايه وظيفتها؟ هل الجينات دي يعني ايه اكسبريس؟ يعني خليه تقدر تعمل لها ترانسكريبشن وبعدين ترانسليشن ولا سايلنس؟ يعني ممكن هو اللي كل ده اسمه ايه؟ فانكشنال انيميشن. طيب يعني التعريف بتاع الفانكشنال انيميشن دوت السنه اللي فاتت جابه في الامتحان. وابن من بار او بار فانكشنال انيميشن مش كتير بصراحه الدوكس يعني قليل جدا او لازم اعمله بقى اللي هي كانت بصراحه فعلا من بره وانا بعمل كده عارفه ان ده فاهم ازاي ازاي هيكون. يعني ايه فانكشنال انيميشن؟ انت كلامك واحد بتاع الايكونومكس لازم كمان اجي اقول لك السيكونس اللي انت طلعتهولي ده عايزه منك عايزك تطلع لي الجين برودكشن بتاعته ولو جبت جين على البروتين ايه دوت لازم تعملي فانكشن انيميشن بتاعه ولازم تعملي كمان في كام كلاستر. يعني مش مقصود خالص لحد بايو انفورماتكس اخد بايولوجي واخد بايولوجي كميه كويسه يعني واخد طبعا كمبيوتر ساينس يرد عليا يقول لي لا انا مش عارف مش هقول لك عايز ايه. لا ما ينفعش يعني في لغه كده مشتركه ما بين بتوع البيولوجي وبتوع البايوكوماتكس. لما اقول لك جين فانكشنال انيميشن يعني الجين اللي موجود على الجين اللي عمل كونسيكونسنج
اللوكيشن بتاعته كويس، وطبعا بتقول اللوكيشن بتاعته موجوده في اي حته ايه اللي تعملها ريسيرش. مش بس كده، لازم تقول لي الجينز دي اللي لو طبع دي هي الجينز دي تبع عائله معينه من العائلات المعروفه، زي مثلا Thank you.
طلعت من السيكونس اللي عندك ده الاوبن ريتنج فريم. هتعرف يعني ايه الاوبن ريتنج فريم؟ لا طب مش مشكله، احنا عارفين حاجه كده ايه اخدناها في جوايز اكيد بقى ثانويه عامه او اول. طب هقول لك كلمه صغيره وتبتدي بقى تعرف فيها. احنا عارفين يا جماعه ان احنا عندنا ده دي ان ايه كويس، دي ان ايه بيحصل لورا. عباره عن ايه؟ ده عباره عن دي ان ايه سيكونس.
ده اللي كان تاني عن لو لقيت واحد منهم يبقى انا كده هقف عن ده الريدنج فين. طيب تعالوا نشوف كده اول انرجي قابلتها اللي هي دي. تمام كده يا شباب، ابدا امشي 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 لغايه ما الاقي دوت في ايش دي، يبقى ده ستيب فور، يبقى ده اوبنينج فريم رقم كام؟ واحد. بيقول لي لا انا مش هعمل Gracias.
عندي في الطاير يعني ثلاثة أمينو أسيد، مع ناس كتير قليل جدا من الهرمونات اللي عندي بتضم ثلاثة أمينو أسيد. فقالوا دي قاعدة بقى يا جماعة، الأوبريتنج فريم الطويلة هي دي اللي هناخدها. لو فيها سكر أو ما هو لازم أي أوبريتنج فريم لازم يبقى فيها سكر، ما ينفعش في النص. طب أهو في إيه سي أهو. لما نتكلم على الفايروس اللي هي 3 بتعتمد برضه على السكور. انا
تمام؟ طيب الأول أنا بدخله على البرنامج اللي أنا بقول لكم عليه يعني الترانسكريبت سكولينج ده، ويقول لي هو قريب من أنهي ترانسكريبت عندي في الداتا بيز. كويس؟ وليكن الترانسكريبت ده قريب من الهيومن مثلا من جين معين. طيب الترانسكريبت بتاع الهيومن كذا واحد طالع. طب بعمل له سكولينج. وده برضه من النوع يعني سكولينج. والله لو ده طالع قريب برضه في الـ HS لازم أحط له برايم، أصغر البرايم
المشكلتين دول هستخدمهم احلهم بالسداد اللي هي شكلها في البلازما. ايه هو البلازما؟ هو عباره عن سيلولر دي من ايه؟ ريجن. البلازما دوت له خصائص معينه. طيب ايه هي الخصائص بتاعته؟ اول حاجه بيبقى فيه او ار اف اللي هو اورجن اوف ديفيجن، لازم يكون فيه سيلكتيف ماركرز، لازم البلازما انا عارفه لازم اكون عارفه السيكونس بتاعه، لازم يكون لونج سايت ريبليكيشن سايت فور ريستريكشن انزايم. طيب هستخدمه ازاي بقى عندي عشان يحل لي المشاكل بتاعت ال جي اس سي 50؟ انا عندي دي اللي هو بالازرق دوت، باستخدام المواصفات بتاعتها هنقص حته فيه بالبلازما، وباستخدام الجايز هنقص دي اللي هو الازرق في البلازما دوت. جميل؟ واضح الكلام ده؟ واضح ولا اقول لك كل مره؟ انا عندي ده البلازما مفتوح، عندي دي اللي هي السيكونس دي اللي هي دوت، انا عارفه اعمل له سيكونس بس انا مش عارفه اصمم له البرايم او الدي ان ايه دوت قطعه طويله حته كبيره يعني اطول من اكتر من 1000 بيز كده. هعمل لها ازاي السيكونسنج؟ مش هعرف. طيب انا هتحايل على المشكلتين دول اللي انا مش عارفه السيكونس بتاعها، فبالتالي مش هقدر اعمل لها برايم. تاني حاجه طولها طويل اكتر من 100 بيز كده باستخدام ما يسمى بالبلازما. البلازما لازم يكون له شويه كرايتيريا دي لازم نحفظها يعني صم. بعمل البلازما او بستخدم دي اللي هي القطعه الزرقاء دي عن طريق ريستريكشن انزايم هنزقها هنا في البلازما، يبقى البلازما بتاعي عباره عن ايه؟ بلازما زائد دي اللي هي نحطها. طيب البلازما دوت لازم ادخله جوه اي خليه حيه عشان يحصلوا ريبليكيشن. يبقى البلازما ده عشان يحصلوا ريبليكيشن اوتونومسلي، اوتونومسلي يعني ايه؟ على طول باستمرار لازم يدخل جوه خليه حيه. الخليه الحيه اللي احنا بنتفتح في عاده اللي هي الفيكولار بكتيريا. تمام؟ طيب فالبلازما اللي دخل هنا بيبدا يتفاصل مع الفيكولار بيبدا عدده يكبر. طيب بعد ما كتب انا هاكل الفيكولار دي اعمل لها ابريشن يعني افصل السن البريك بتاعها وابدا البلازما بتاعي. طيب ويتش وان من الفيكولار اللي قدامي دي هبدا اخدها علشان اطلع منها البلازما؟ بالظبط. انا ليا ليه الاجابه بس انا محتاجه اشرحها لسه ابدا منها. انا ليه بتقول ايه؟ انا البلازما بتاعي دخل هنا. دخل هنا في الخليه دي. دخل هنا في الخليه دي. وما دخلش هنا ولا دخل هنا. يبقى البلازما بتاعي ده ايه اللي يدخل؟ ما هو مش معقول ان انا لو جبت مثلا 100 خليه البلازما هيقدر يدخل في المية. أكيد في نسبة مش هيقدر يدخل فيها البلازما. طيب أنا عندي خمسة إيكولار. البلازما بتاعي الفيرم دي إن إيه ده دخل في ثلاثة وما دخلش في اثنين تانيين. طيب أنا لما أجي أعمل زي هارفستنج، هارفستنج يعني إيه؟ الحصاد. هنعمل بقى البلازما بتوعي بعد ما أجي هاخد الخلية دي ولا الخليه اللي فيه؟ طيب انا عندي بس على الخليه اعرفها. اعرفها ازاي؟ اماني قالت ان انا بيبقى عندي حاجه اسمها سيلكتيف جين ماركرز غالبا بيكونوا انتي بيوتيك ريزيستنس. يعني البلازما ده المحامين الجين دوت بتاع حاجه اسمها الانتي أمثلة ريزيستنس. عارفين يعني إيه أمثلة؟ هو الأمثلة ده مضاد حيوي. المضاد الحيوي دوت إحنا بنبقى محطوط على البلازما كله في البلازما. البلازما طول ما هو نشط هيطلع لي بروتين وبيعمل لي أمثلة ريزيستنس. طيب هنستفيد منها إيه في القصة دي؟ إن أنا الخلايا بتبقى على
دكتور ممكن تكتبي بالازرق عشان الاحمر مش واضح؟ اللي فيها البلازما شغال
اعمل لهم فيديو. Thank you.
شمال، فانا هكتب البث من هنا شمال. فاخر حته بقى كويس في الاسم وبعدين ناخد البيك ناخد من تحت شويه، حاجه اسمها الشوت جان فراجمنتيشن. احنا كنا بنعمل الروتين من عندنا، بعمل فراجمنتيشن باستخدام الريستريكشن انزايمز. الريستريكشن انزايمز دايما بتقطع كل من 250 بيز بير، يعني قطع صغيره. طيب انا لو عملتها في القاعده قطع كبيره ممكن نقعد نلعب شويه اندر سيرفنج كونديشن، تقدر الريستريكشن انزايمز دي تقطع كل 1000 ل 2000 بيز بير فراجمنت. طيب دي بيسموها طريقه ايه؟ شوت جان فراجمنتيشن. طيب بس هم قالوا طب انا لو عايزه احصل على قطع اكبر شويه من الفين ريستريكشن نون فيشن سايت، فقالوا احنا ممكن نستخدم الالترا سونيك ويفز. ليه؟ علشان تقطع لي قطع اكبر شويه من بتاعت مين؟ ريستريكشن نون. عايز اقول لكم طريقه شوت جان ميثود دي هي الطريقه اللي استخدموها الهيومن جينوم بروجكت. طريقه ايه؟ الشوت جان ميثود راندم فراجمنتيشن. خلاص الحمد لله كده خلصنا ال ان جي اس. ناخد بريك خمس دقايق ونبدا بعدها السيكونس اوف ان شاء الله.
التشابه ما بين الاثنين.
طيب السؤال اللي بعديه، لو عرفت مدى التشابه ما بين الانسان والشمبانزي هقدر يعني اتوقع او يعني احدد ان الاثنين تقريبا جايين from the common ancestor، يعني تقريبا هم نفس الاصل بتاع التطور. تمام؟ طيب في حاجه ثانيه، نفترض ان انت مثلا عندنا، احنا عندنا بيكون في شغل كتير جدا في الدراسات بتاعتنا من الاسنان والجوارح حسب علما جزء على البيولي وجزء على الرئيس، على الاقل الموضوع ممكن تجيب رئيس تديها بعض الادويه تشتغل عليها بحيث ان انت تقدر تجرب فيها قبل ما تجرب في الانسان. نفترض ان انا مثلا عندي مجموعه من الاسنان قدرت بطريقه معينه ان انا ادخلهم اعمل لهم كويس كويس، اخدت الاي ميل بتاع البراند وبدات اشوف اعمل له سيكونسنج، لقيت ان في جين معين كان اكسبريس في البراند وغالبا الجين ده هو المرتبط فيه كويس. السؤال اللي بعديه بقى، انا موجود انا فقط، طب هل نفس الجين ده يا شباب هو ممكن يكون موجود في الهيومن، ممكن يكون مرتبط بالاوبيزيتي عند الانسان ولا لا؟ ده بعملها ازاي؟ سيكونس اونلاين. حاجه كمان، في بعض الامراض زي مثلا مرض زي السيكل سيل انيميا، النوع من الانيميا كويس، المرض ده بيبقى يحصل نتيجه ميوتيشن في جين. طب انا ازاي اقدر اعرف الجين دوت هو اللي مرتبط بهذا المرض؟ ببساطه جدا، اجيب مجموعه من العيانين اللي عندهم المرض ده اعمل لهم سيكونس، ومجموعه ثانيه اسكواير من الاشخاص من النورمال واعمل لهم سيكونس واعمل كومباركت اناليسيس، والله الجين الفلاني ده عند العينين دول حصل فيه في الميوتيشن، ولكن الناس النورمال الميوتيشن دي مش موجوده بالكامل، دول ظهر عليهم المرض ودول ظهر عليهم المرض، فده بنسميه ايه؟ كومباركت اناليسيس. كومباركت اناليسيس يعني ايه؟ تقارن ما بين السيكونس هنا وبين السيكونس هنا، سواء في نفس المجموعات، مجموعة مرضى ومجموعة سلاح، مجموعة إنسان ومجموعة راكس مثلا اشتغلت عليه، مرض معين، ممكن إنسان وحيوانات أو أذر إنفانتس عشان أشوف هل هم شيرد للكومن أنسيستر ولا لا. كويس؟ فدي بنسميها إيه؟ كومباركتيف أناليسيس، اسمها إيه؟ كومباركتيف أناليسيس. طيب الجزء اللي باقي من المحاضره بتاعتنا هنمشي فيه ازاي؟ هنمشي فيه according to chapter، يعني ايه سيكونس؟ الالاين هو عباره عن comparative analysis between sequences. المقارنه ما بين السيكونسز ده ممكن تكون مقارنه بين اثنين سيكونس مع بعض، فده بنسميها pairwise. او ان انا عندي مجموعه من السيكونس المختلفه واقارن ما بينهم فبسميهم multiple sequence alignment. طيب المقارنة ما بين السيكونس ممكن تاخد السيكونس من أوله لآخره، فدي بسميها global alignment. أو بدور على أجزاء معينة من السيكونس ماليش دعوة بباقي أجزاء السيكونس، فدي بسميها local alignment. طيب الألاينمنت من ترتيب السيكونس قصاد بعض دي بتتبدل بنسميها scoring. تمام؟ يعني سواء لازم أي حاجة هنتكلم عنها في القرارات كلها لازم يبقى في سكور، والسكور ده هو اللي بفضل بيه ألاينمنت معين على ألاينمنت تاني. السكور ده هقول إن الفضل اللي أنا كنت فيه دي الموست بروبلي أكيد. السكور ده هقول الريت دي كويسة هاخدها معايا فور فرزر أناليسيس وهكذا. طيب هنتكلم على الميثودز بتاعت الالاينمنت. تمام، طب انا بعمل الالاينمنت سيكونس الالاينمنت ده عايز اطلع منه ايه؟ هدفي ايه فيه؟ اشوف السيميلاريتيز والديفرنسز بين السيكونسز. طب لما اشوف واقدر اطلع السيميلاريتيز والسيكونسز هقدر انتج فانكشن ستراكشر اند ايفوليوشن ريليشن شيب. الحته دي بتاعت العلم عن التبايولوجي، الحته دي والجزء اللي دول الاثنين اللي فوق بعض دي دول بتوع القمم الناس بتوع البايو فلويدز. يبقى
واحد ألف بيت بيرل
الذاكره ليها الكود ليها الالجوريزم بتاعها. تعالوا نشوف كده، ده مثلا بتاعي ده، ده بالنقطة الأول بس من ذات السيكونس، من عند السيكونس بعمل جروب مقمرة. طب نفترض إن أنا حاطط حتة صغيرة بس من السيكونس ده يسمى إيه؟ لوكال أورجن. ايه هي التول اللي انا بستخدمها عشان اعمل جلوبال الارنج؟ وايه هي التول اللي انا بستخدمها عشان اعمل جلوبال الارنج؟ الجلوبال الارنج بستخدم ليها حاجه اسمها ليد مان فانكشنال جروب. هتقعد منه؟ اه الجلوبال الارنج التول بتاعتها اللي هي ليد مان فانكشنال جروب. اما اللوكال دي بستخدم فيها سميث مان سميث ووتر مان الجروب. ماشي؟ ايه الجدول ده؟ ده جدول مقارنة ما بين الجلوبال اوانتك والجلوبال اوانتك. يعني الكلام من الحاجات المهمة جدا في الامتحان. كويس؟ في سؤال كده ما بين الفورس مع بعضها البعض، وجود الجدول بيخلي يبقى في كلاريفيكيشن كده للمعلومة. الجلوبال اوانتك وبيكتب اونلاين ده هو السيكونس بنسميه فين الجلوبال اوانتك. النقطة لا، اوانتك نقطة ريشن بس. لكن بيت السيكونس ماليش دعوه. الجلوبال الاين ده سيكونس كلوز سيكونس لكن اللوكال بستخدمها في الدايفيرجن سيكونس. يعني ايه دايفيرجن سيكونس؟ اللي هم مش كلوز ريليتد ايتش اذر. زي ما قلنا لما نعمل كومان ما بين نيون وباكتيريا دول المعادلة بتاعتهم بعض. وبستخدمها في فاند الريزيرف بقى. يعني الحتت المتشابهه في الدي ان ايه او في البروتين. جابس من ار مور توليريتد يعني في جلوبال اورجانيك مصنوع باستخدام الجابس. مين اللي بيحط الجابس دي؟ الالجوريزم بالظبط. ليه؟ عشان يطلع لي ذا بيست اورجانيك. لكن في جلوبال اورجانيك جابس بس توليريتد. الدور بتاع الجلوبال دي كمان ماشي على الجلوبال. لوكال سميث مان ووتر في شوية كلمات عايزين نعرفها واحنا ماشيين بنتكلم عن سيكونس اوف ماني. كلمة ماتش ميس ماتش او اسمها تاني سبستيتيوشن او جاب. الجاب بنستخدم ليها اندل. اندل ده اختصار من انسرشن ديليشن. قدامنا تو سيكونس. لما يبقى سيكونس هنا سي تحت سي ده يسمى ايه؟ ماتش. طيب لو معاك ايه وصلت تاني في تاني سنة ميس ماتش او سبستيوشن. في النص انا قررت ان انا احط جاب. فده الجاب دي بسميها انزل انسرشن او ديليشن. انسرشن ديليشن تمام. طيب يبقى معنى كده ان ده عندي حاجه اسمها ماتش ميس ماتش والجاب. طيب اي الجوريزم في الدنيا عارف نفسه قاعدة كده أو زي جايد لاينز. بيعمل إيه؟ الماتش بيحط عليها درجات بونص درجة عالية. الميس ماتش هيبقى بالبوستيف ولا بالنيجيتيف؟ بالنيجيتيف. تو جابس بالنيجيتيف. تمام؟ تعالى ناخد أنواع كده صغيرة ما بين السيكونس ده اللي هو الإس جي والإي جي جي. عند اول قوانين هبقى في ان انا لو عملت A C جاب بعدين G ولو قارنت التاني السيكونس التاني سوري هيبقى A G G بعدها A جاب. طيب عايزين نقول القوانين لازم اي قوانين لازم يبقى له سكور. السكور بتاعي لو عندي ماتش هدي بلس 1. اذروايز لو عندي ميس ماتش او اندل يعني جاب هدي ماينس 1. هل يبدأ يكتب الأوان بالسكور بتاعه قد إيه؟ 2 نيجاتيف. نيجاتيف بالظبط. استخدمناها إزاي؟ دي أول حاجة دي ماتش، ده واحد. ثاني
الطريقة الثانية
لو حطيت الطريقة اللي
90%. يبقى معنى كده ان الايدنتي والسيميلاريتي نفس الكلمه بتدينا نفس المعنى في حاله ان طيب انا بحسب الايدنتي والسيميلاريتي دي على اي اساس؟ في ايكويشن بتقول ان انا بضرب بعمل مالتيبلاي تو فعدد الايدنتي عدد السيميلار او الايدنتي اللي بيقام بعمل لها ديفيجن على الناس بتاع السيكونس الاولاني والثاني وبضرب منهم تمام؟ يعني احنا لو استخدمنا دوت السيكونس ده كله 20 كويس؟ الايدنتي نيوكليوتايدز 18 يبقى انا لو استخدمت استخدمت الايكويشن بتاعت الايدنتي او السيميلاريتي احنا عندنا قد ايه بقى؟ مول مول عدد الايدنتي او السيميلار يونيفايد كام؟ 18 هعمل ايه بقى عشان اجيب الايدنتي كام؟ الايدنتي او السيميلاريتي بير ست هقول كيلو 18 ديفايد وهيبقى بتاعهم كام؟ 20 ال 20 بلس 20 كام؟ قول لو حسبتوها يا شباب اللي هو طلع كام؟ حوالي 90% تمام؟ عايزين نقول الايدنتيتي والسيميلاريتي نفس الكلمه اللي ار سيميلار في ان يونيفايد سيكونس طيب الايكويشن دي كانت بشرط ايه هو الشرط؟ لما يكون التو سيكونسز ار ايكوال لينس طب نفترض ان هما مش ايكوال لينس هنحسبها ازاي؟ لا في قانون تاني بيقولوا على ان الباي اللي هي سيلر او ايدنتيكال مقسومه على الشورت سيكونس وليكن عدد الشورت وليكن يعني لو جايب عليها مثال يبقى مثلا نقول كام 18 الشورت كام مثلا نقول 25 يبقى 18 على 25 بقى برايس 25 الايكويشن دي بتاعت ايه؟ ان ايكوال لينس طيب سواء القانون ده او القانون اللي قبله بستخدمه لما بحدد ايه؟ حاجه ليه؟ لان السيميلاريتي والايدنتيتي ار نفس يعني حاجه واحده التشابه تمام؟ هو شكل الميد تيرم يا حضرتك اسئله ان شاء الله شورت اي سي ان شاء الله خمس اسئله كل سؤال بثلاث درجات خمس اسئله كل سؤال بثلاث درجات هتبقى 15 ماشي ان شاء الله اساليني الاسئله اللي هي بتبقى ليست وكلام ليست مش عارفه كومبير مثلا منشن زي ما بقول لكم في المحاضره والله